يا مرحبا مساء. الله يطول عمرك. حدثنا على البكره طعمك بس البكره. الله يطول عمرك عجايب. عودتنا عن واميس من العام ما شاء الله ما ولا هزيمه ما شاء الله، والسنه جت على الظن وفوق ما شاء الله تبارك. ابوها متعب بن سبعان نعم، وما مهجنه، والبكره ما شاء الله رئيسيه. ايش يعني لكم الفوز برمز الظفر اليوم؟ والله يعني لكل شيء. نعم. طول عمر الشيوخ ما قصروا من الدعم والتنظيم، شيء خرافي. لما تدري هذا النموذج الانجاز طال عمرك. نهدي لسيدي صاحب السمو رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، والى دوله الامارات كافه، والى محبين الاصايل، والى كل من في راسه ناموس. كفو بيض وجهك. نعم ان شاء الله. طول عمرك. يا احمد. طول عمرك. قول يا احمد اضرب. السلام عليكم. السلام عليكم. ناموس. حق خير يا ما شاء الله تبارك. اليوم رمز في اول مهرجان ظفر في مزايا السباحه، ايش عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله توفيق من رب العالمين. حدثنا عن هذه البكره اللي حصلت على الرمز. هذه البكره طال عمرك عزم. ولها ثاني مشاركه. ايوه. شقت شاركه المدينه وحصل على المركز الاول ما شاء الله، ودي ثاني مشاركه مشتري طبعا. ها نعم. سيمه مليون ما شاء الله تبارك. وهاي البيع من عند العصوف وفاش ما شاء الله تبارك. نعم. الله لما تجي هذا الناموس انجاز طال عمرك. نهديه طال عمرك لحكومتنا، استاهلوا اول شيء. استاهلوا. ونقول بيض الله عيونك على ذي التنظيم نشهد. وعلى ذي المهرجانات الطيبه، والحمد لله على التوفيق. انا مش دائما ان شاء الله. كم رمز توجه لمخيم النواميس؟ مخيم النواميس اليوم ثلاث رموز. ثلاث رموز ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. سبعه ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. ونعزمكم اليوم. محل شو اسم بكره؟ غير 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 فعل غير. نعم. لما تدري هذا الناموس؟ يستاهلون هالظفره كلهم. ايش رايك مهرجان؟ وش درجه اولى. كيف والله يستاهلون الناموس دائما ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله يا حمد. ما شاء الله. ناموس ناموس على الزين. حمدان ناموس حمدان انت امس وعدت وفيت اليوم طال عمرك ما شاء الله. لما تذهب هذا الناموس؟ ناموس مسالم من عاد الكيوم. استاهل استاهل ابو راشد ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم يا شباب. يعني ناموس دائم ان شاء الله. ان شاء الله. لا والله هذا معلومه معلومه معلومات انا ما اعرف شيء. ناموس يا شباب ناموس دائم ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. ايش عليكم اليوم فوز رمزي في مهرجان ظفر رمزي السباحه طال عمرك؟ الغالي استاهلون والله. الحمد لله رب العالمين اللي جاء من نصيب. استاهلون. حدثنا على البكره طال عمرك هذه فاز اليوم. بكره تلعب عندنا. نعم. والحمد لله رب العالمين شاركت وخذت الاول. كيف شفت قوه المنافسه؟ وين؟ كيف شفت قوه المنافسه؟ ما حد ياتي الظفره الا اقوى. كفو من الاول الى العاشر. كفو والله. واحد يدخل ما يدري وين رقم. انا اشهد الحمد لله رب العالمين. لما تدري هذا الناموس انجاز؟ هذه الناموس للوالد الله يطول عمره، ومشجعين عزبه القاشوطي من كل دار. عطنا اسمك. طيب عطنا اسمك طال عمرك. راشد بن جابر القاشوطي. ونعم ونعم ونعم. سلامات وين راحت؟ الامارات وقطر. كفو يا هذا الدوحه ناموس. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. ناموس. مرحبا. ان شاء الله تبارك الله. ايش يعنيكم هذا الفوز؟ والله طال عمرك من نقيض وحنا طول عمرك مجتهدين احنا والمشاركين كلهم لهذه اللحظه نستلم الرمز ونطلع في شاشاتكم. كفو الله ويوفقكم. كفو بيض الله وجهك. حتى نعد البكر اللي فاز اليوم. والله هذه طال عمرك البكر امسيه ثلاث عندنا وبارك فيها معودتنا على ذي المسيره. ما شاء الله عليك. ونمسي عليكم ونمسي على جمهوركم. تستاهلين. تهدون لما تهدون هذا الناموس والله نهدي طول عمرك لمعازيبنا وحكومتنا الرشيده وجميع مشجعين عزبه بن طاهر الراشد. تستاهلون الراشد. تستاهلون. الف مبروك. تستاهلون الطيب. طبعا كل يوم نواميس وهذه ما هي بغريبه. الحمد لله على التوفيق. هالنواميس وهالجمعه وهالفرحه. شو يقول ابو محمد؟ والله الحمد لله على التوفيق. هذا ناموس غالي اكيد على الجميع. هو مهرجان الظفره طموح كل مشارك. الحمد لله على توفيق الهدية الناموس هذا الغالي على الشيوخ الله يطول اعمارهم داعمين هذا الموروث والعشاق الزين واخويانا اللي شاركوا ويانا في الشوط كلهم. حدثنا عن البكره. حدثنا عن البكره والله البكره ما هي غنيه على التعريف بس عارف المتابعين طال عمرك. بكره بكره الجميع. بكره انتاج وكانت تفوز اشواط الاولاد ربعناها في الشرايا والحمد لله على التوفيق. لمن تدعي هذا الناموس انجاز طال عمرك؟ والله نهديه لمعازيبنا الله يطول اعمارهم بلا شك. ونهديه لجميع المشاركين والمشجعين والاعلاميين. الله يسلمك. نعم. يعني ناموس دائما ان شاء الله. الله يطول عمرك. بقي ان شاء الله. الله يسلمك.